مالك قاعد مشتح كده ليه؟ قوم شيل عني. ايه اللي جايبينها اصلا؟ شايله ايه؟ ده المراد اللي نفسك فيه من زمان. يا سلام، لا انا نفسي في حاجات كتير قوي. اكتر حاجه نفسك فيها؟ حط ايدي على الممالك الثلاثه واضمهم لبعض وافتحهم على بعض بعد كده. اوصل لمصباح الملذات الحصري. بس كل ده هيبقى موجود في القفص ده؟ انت غبي قوي يا ابن اداره. يا ولية تلمي بقى بدل ما اعملها معاكي. لا 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 بتهزري. عرفتي توصلي له؟ وانا من امتى ما بعرفش يا سلطان السلاطين؟ يا بنت اللذينه، وانا بحبك من شويه. ايه ده؟ تعالى يا حبيبي، تعالي. اهلا وسهلا يا وش الخير، تعالى. تستاهلي دلوقتي بطايه محمره. بطايه ايه؟ ناعمه. عشان تعرف انك غالي عليا بديلك عينيا. القلوب عند بعضيها. يا حراس، خدوا ام العريف هانم وهاتوا لها احلى صينيه رز وفيها فرختين. انت مش قلت نعامه؟ تقيله عليكي. خلاص، بس يبقى اكل الغراب الغلبان وبطل سحت. يا بخيل يا ابن اداره، يا بخيل. عسل والله. انا راجع البير اسلك المواسير. العسل ده كله. انا بس اوصل لمرادي اضحك. ده ايه ده؟ انا هوقدك. اهلا وسهلا يا اهلا يا اهلا. وايه العنوان الشيك دي؟ يا سلام يا سلام. لم الله الله الله. تعال تعال تعال. احنا هنشوف شوف وحنسمع سمع.